كشف النجم أو الدولي الجزائري رشيد غزال بأن النجم الفرنسي فرانك ريبيري هو السبب الرئيسي الذي جعله يعود بقوة إلى مستواه، مضيفا بأنه يتذكر في كل مرة النصائح التي كان يقدمها له لما كان زميلا له في فريق فيورنتينا الإيطالي. كما أضاف غزال في تصريح للصحافة التركية بأن هدفه القادم هو التتويج بالبطولة التركية والعودة للمنتخب الجزائري.